أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم معكم إبراهيم إدريس في ملامح في الذاكرة الإريترية مع المناضل صالح سليمان آدم أستاذ صالح وإحنا نتكلم عن الزمان والمكان في الحلقة السابقة كنا تكلمنا عن اعتقال أربعة من الطلاب نتيجة قرار او حظر من البوليس في اريتريا في مدينه جندع نتيجه المظاهرات التي عمت ربوع الوطن بعد ما انزل العلم الاريتري تم اعتقالكم وهذا كان اول اعتقال لطلبه في سن ال 11 12 اللي هو كنت في الفصل اظن السادس في تلك المرحله في هذا اللقاء نود أن نتحدث لنا مرحلة أول تلاحم سياسي مع الواقع كشاب يعني كطالب ضمن حركة عامة في عموم الوطن بترفض الاستعمار الإثيوبي بترفض إنزال العلم الإريتري وبترفض أيضا في المدرسة وجود مدرسين يفرضوا اللغة الخاصة بالمستعمر اللي هو المستعمر الإثيوبي في تلك المرحلة وتحديدا اللغة لغة الأمحرينية اللغة التي تشكل سيادة الإثيوبيين على مجال التعليم تفضل أستاذ صالح شكرا بالتأكيد وعي الطالب في المرحلة وفي السن اللي كنا فيه ما حيكون وعي متكامل هو انعكاس الوعي العام للكبار لل هم بطريقه الوعي ذا يوصلك بطريقه غير مباشره بدون ما تعيه أيوه. كيف وصل الوعي ده ما ممكن تعرف الا في الناس بيخطوا لهذا العمل وينشروه بشكل غير مباشر اذا اولا بعدما ما كان في حد اعتقالنا يدك جزء من 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 جرعه سياسيه عرفنا لو ما اعتقلونا يمكن برضه ما كان ما, كنت ما كان <applause> حجم التحدي يعني أهد أهد. <applause> أيوة. هذا قال لي انتو أنا يعني لما معاي قال لي انت ابوك عشان يربيك عشان تتعلم عشان تكون رجل ذو شخص شخصية ناجحة في الحياة ناجحة يتعب وانت تمشي تعمل ضد ابوك قال لي والله قلت له اخر ما قاعد ضد ابوي احنا يعني كنا قاعدين نتونس قال لي انتم مختلفين داك ساكن في في منطقه والتالي في منطقه غير انت وعبد عبد سعيد ده من ايوه أخير. قلت له هذه كلها حسات صدف ده في التحري حس عايز يتاكد انك انت يعني هو بياكد نفيك انك انت ما كنت مجتمع لعمل سياسي كنت بس هو, شباب هو العمل أيوة. عمل سياسي ايوه بعمل سياسي تكلموا في ايه قال اولا ايوه كنا تونس قال لا ما كنت تونس لانه ما في حاجه تجمعكم هنا خاصه لان فريند شويه منطقته بعيده أيوة. من يعني أيوة. وفعلا حكون نتكلم عن مظاهرات الحسلات يعني مش عشان خط لمظاهره ثانيه بس, بس كنا نتكلم أه. في تبعات الحدث, نفسه الحدث في الحدث ايوه انا كان عندي لقيت حاجه كتاب مفتاح بتاع اللي يفتحه بها القزايد هذا ايوه كذا مصديه أيوة. في جيبه قال انت شلتها ليه؟ قال تشرب تشرب خمره؟ قلت <applause> <applause> له صغيره ايوه وبعدين يضحك يا اخي عشان هو عسكري وابوي عسكري ايوه في تعاظم في نوع من ملاطفه فيها كمان أيوة. يعني ما كان مشدد مش معايا برضه في نفس الوقت كان بيستدرجك كان أيوة. المعلومه ايوه لقيتها تحت هنا تحت الحته اللي كنا قاعدين فيها ايوه لقيتها هنا وفعلا لقيتها هناك بالظبط عملتها في جد أيوة. يمكن أيوة. آه ما عرف الزمن ذاك حاجة تفتح فيها سلسه ما عندنا أيوة. زي ما تعرف حالتها ايوه لكن ما عارف مين كان يستعملها مين رموها الامريكان ولا ما. ايوه آه بعدين خلاص قال لي ثاني ساشوفكم مع بعض. امم. هالحكم عليكم بالسجن. بالليل حوالي ساعه كم؟ طبعا اهلنا سمعوا باعتبارهم. سمعوا الخبر. اه سمع سمعوا سمعوا الخبر لكن ما حت... ما في حته تمشي لها. ساعه على طول مع اهلك يا تلعب أخد... في الحاره والا يا بدأ. لا ملحوظ يعني. ملحوظ ملحوظ يعني. ملحوظ بعدين سالوا يمكن يكون كلمكم العسكري. اكيد. يقولوا أكيد. اولادكم معانا هنا. اكيد يعني. اكيد. يعني. أكيد. والدي كان في ابويا كان في منطقه ثانيه اللي هو في منطقه اسمها 52 منطقة, منطقه اسمها نقطه نقطه بوليس خارج بوليس. خارج جندع. خارج جندع. شمال ولا جنوب هو شرق شرق يعني شرق اوكي شرق قنداي شرق. شرق ايوه ايوه ما كان كان هناك ما كان عنده ما كان موجود ما كان موجود ايوه, أيوه. المهم تراكونا مم. و اثار إيه... اثار الاعتقال عليكم كطلبه كيف كان؟ ك... إيه... بالتحقيق نحن إيه... إيه... كنت تعمل حاجه ومع ذا خلانا سياسيين بدون ما ما نشعر بدون ما دخل حس دخل عندكم حس, 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 حس سياسي. ايوه ايوه بعدين انا كنت اقرا ابوي إيه... قال في 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 حركه التحرير هي بدك جبهه ما, ما كانت موجوده ما أيوة. كانت موجودة. حركه تحرير اريتريا حركه تحرير اريتريا في أيوة. بعض البيانات ايوه, أيوة. إيه كنت اقراها انا أيوة. عشان اقرا له ايوه بالعربي بالعربي ايوه هو بيكتب تقرينا جارستا كان ايوه اقرا بس فهمت حاجه قلت له ما عاوز اقول له انا انك فهمت, فهمت ايوه قلت ما فهمت حاجه فوالدك ايضا كان في العمل السياسي في العمل السياسي سري ايوه حنجي بشكل حنجي. سري وبعدين ايوه ايوه كمان ايوه اوكي ايوه جميل ده خلانا احس انه في شيء ما هناك وكلنا نعرف اثيوبيا محتل البلد أيوه. القاء اللغه العربيه العلم البرلمان البرلمان ايوه ايوه <applause> إيه حل البرلمان بحال البرلمان وان كانت على الشكل الاكبر ما 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 ما, ما من 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 بوعيكم انتم وعيتوا أيوة. في مساله اللغه مساله العلم في مساله العلم في مساله والمدرسين الاثيوبيين ايوه المدرسين الاثيوبيين أيوة. ويقول اثيوبيا ماسكه البلد اثيوبيا ما ايوه بصفه عامه إيه القوا العلم الإريتري وحكومة الاثيوبيه مسكت البلد دي عناصر عناصر ثلاثه اساسيه تدفع بانه يكون في هناك يعني غبن عليكم واحساس بال عشان تحس آه بالثوره, بالثورة يعني. ايوه ايوه والمظاهرات نفسها اكيد عمل منظم يتعمل حمد. هل انت عرفت في الفتره دي مين كان بينظم المظاهرات او مين الاكبر منكم اللي كانوا بيهيئوكم لهذه المرحله؟ <applause> ايوه الناس لما زي ما نس حتى المدرسين مدرسين كانوا ايوه مدرسين وعين واعين تذكر منهم مدرسين انا مدرسين كان استاذ حسين قرار حسين قرار يعني يعني ايوه من, أيوة من ابناء وفي ايضا كان محمد الحسن درير عبد القادر الحسن درير وأيضاً ايضا استاذ كان هيد ماستر حقنا اعتقد صومالي هو اعتقد الهيد ماستر ناظر ناظر صومالي يعني صومالي اعتقد ايوه, أيوة. أيوة. صومالي اريتري بس اعتقد لا يعني اصوله صومالي. صومالي ولا أيوة. سوداني ما اعرفه أيوة. رجل كذا ما تتذكر دلوقتي. اسمه؟ قعد أه أنساه سبحان الله طيب المنهج التعليمي كان شنو ايه بالضبط كان موجود في المرحله دي؟ المن... طبعا المنهج التعليمي في 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 ابتدائي هو هو مصري هو منهج 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 مصري منهج مصري ايوه بس سودانيين مدرسين في مساوع في مناطق مدرسين سودانيين كانوا كانوا سودانيين ايوه كانوا. لكن المنهج مصري لانه انا اشوف كيف في نشيد وطني مصري كنت 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 تردد أيوة. ايوه ايوه ما رد لكن كنت منهج بسري كان ايوه بعدين بعد ما بعد لما مشينا المتوسط ايوه كله كان انجليزي ماس الرياضيات الرياضيات, الرياضيات والعلوم ايوه والكيمياء والفيزياء و أيوة. ده كله كان ب... بانجليزي احنا آه. قاعدين نتكلم دلوقتي على سنه 66 اذا صح لا 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 آه. واحد 66 64 62 ده 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 يمكن المظاهرات في في المظاهرات في 61 في 61 59 يعني. 60 61 ست 60 أيوة يعني أيوة. و... ايوه 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 احنا قاعدين نتكلم في في, في المرحله دي أيوة. آي أيوة في مرحله لا عشان انت قلت الوسطى ايوه ايوه في الوسطى الوسطى ايوه الوسطى درستها فين؟ في جندع في جندع على الابتدائي في في مصوع في في عصب فيه 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 في 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 سوري في وبعدين جيت آه مصوع منها جيت لقندع ايوه آه 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 طيب آه المرحله الوسطى بداتها في قندع في قندع سنة كم بدات الوسطى؟ بداتها سنة 60 بداتها هناك أنهيتها؟ ستين وصلت لنهاية نهايتها؟ طيب. كم سنة درستها؟ في قندع في قندع درست لحد ثامن جنرال عملنا امتحاننا لل السكندري سكول المدرسه طيب حدثنا عن المرحله دي مين الطلاب اللي كانوا معاكم والمدرسين اللي كانوا بيدرسوكم في الوسطى المواد أيوة اختلفت بدات تتعلموا اللغه الانجليزيه ايوه ناس استاذ حسين كرار كان يدرسنا اللغه الانجليزيه و ما اسمه امينه كان يدرسنا أميني. أم حرينيا امحرنيا امحرنيا ايوه بعدين جابوا ذاك دا... اريتري يمكن كنت قراوي المهم أيوة. أيوة. بعدين جابوا واحده بحراو برضه ايوه ذكر إيه... اسمه؟ ي... اسمه يكزاو ولا مين اسمه؟ يكزاو يكزاو اسمه أم اوكي حراوي أيوة. امحرنيا هو كان يدرسنا ايوه امحرنيا إيه... ايوه واستاذ إيه... أيوه الثاني في مح من محمد اسمان إسم من ايه محمود استاذ 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 صالح محمود أيوة محمود أيوه ايوه اسمه صالح محمود محمد محمود أيوة. من أستاذ صالح اوكي بعدين جاء في جهاز تعليم الارتكاز ده كان في غوردات وكرن ومشى اديس ايوه <applause> واخذ شهاده أيوة. عليا في مثقف في اللغه الانجليزيه اللغه الانجليزيه ايوه كان درسكم كان يدرس اللغه الانجليزيه حدثنا عنه حدثنا أيوة. عن تجربته كان أيوة. رجل 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 كفو هو واحد أيوة. خالص وبعدين أيوة. و يعني مرن 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 وكان يتعامل مع الطلاب مع الطلاب بمرونه ايوه بي بعد انا سمعت هو من الناس اللي ابتعسوهم اعتقد لا ابتعسوهم واخذ شهادات عليا شهادات عليا و... أخذ. ايوه وحتى كمان اخذ جائزه من الملك اكيد في الفتره أيوة. أيوة. ديك لانه صحح... صحح في كتاب باللغه الانجليزيه آه. فعنده دور تاريخي دور تاريخي وايضا يعني. في غردات هو اللي ساهم في تطوير التعليم في غردات وتعليم حتى الجا... بالنسبه للداخليات ساهم فيها لكن نرجع لتجربتك انت الخاصه في ايوه في أيوة, ايوه ايوه كان أيوة. كان كان مرن و مقبول لدى كل كل الطلاب ايوه, أيوة. هم صالح ايوه ايوه و تعني استاذ محمد الحسن ايوه انا استاذ محمد الحسن استاذ محمد الحسن طيب لي. بالنسبه لطلاب اللي كانوا يدرسوا معك؟ بالنسبه انا كان يدرس معنا اس, أس انا كان كان يدرس معنا وعثمان اسمه عثمان عامر عثمان شوم عامر, عثمان شوم عامر ايوه شوم ابوه شوم أيوة أبو شوم شو عامر كان في كندا أيوة عثمان بعدين بقى محافظ سمعتها أيوة. ولد هل هو يمكن كذا سنه قعدنا مع بعض درسنا مع, مع بعض ود أيوة شاطر ما شاء الله ايوه لحلوح كذا أيوة. ولد جيد كان معنا ابراهيم محمد صالح توفى الله يرحمه ايوه اخوانه موجودين كان معنا علي سلطان علي سلطان ايوه ايوه, أيوة. أيوة. في الجبهة استشهد كانت أيوة. امنه أيوة. درير امنه درير معنا درير ايوه كانت تدرس وش زبيبه احمد اسمه زبيبه احمد خلطها. ايوه كانت و... آم. 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 برضو حدا نسيت اسمه الماس ما عارف من, من فرديا كانت تدرس معانا أيوة، نسيت أيوة. اسمها أيوة. آه، ثاني يعني آه، كوتار طيب آه، دلوقتي احنا عرفنا المدرسه عرفنا الوسطى عرفنا المدرسين اللي كانوا يدرسوا المنهج الزملاء كان ايضا فيهم خليط من البنات والاولاد آه، طبيعه النشاط السياسي في المرحله دي كيف كانت في الوسطى؟ آه، هو ان ان آه، 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 زي ما قلت لك طبعا النشاط السياسي بدا يتطور مع مع المظاهرات ايوه يتحرك وفي الاخير محمد صالح اللي ولده كان محمد صالح احمد أيوة. اللي, اللي كان معانا هو اسم تم اعتقالهم تم اعتقالهم محمد طبعا. صالح اللي هو اعتقل معك في اول اول لقاء أيوة. في اول اعتقال تم أعتقال 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 اعتقاله مره ثانيه طيب. هو استمر طيب. في توزيع التهم في توزيع البيانات ايوه وايضا ما اعرف في, في ناس عملوا ملصقات في بدات تعمل ملصقات او آه بعد لا الطلبه لا بعد لا أيوة الطلبه ايوه ايوه, أيوة. ما, ما نشاط هو نشاط عام يعني نشاط عام ايوه ثاني شكل اخر هذا وتوزيع البيانات توزيع البيانات ايوه اخذوه حكموا عليه وكان ما اعرف في الفتره دي كانت في حركه في البوليس قادها شمسي المناضل الشمسي جميل. ايوه هنا حلت الحركه حركه شمسي الله يرحمه وعمر ناصر عمر ناصر بطل ايوه قمحت ايوه استشهدوا اول ما هم حاولوا طلعوا قمحة العملية شوية حصل فيها نوع من الخلل في خروج. في في بدايتها ايوه هم عدد كبير هم بعدين ممكن في ست مدني والبقية كانوا عسكريين ايوه وخططوا يمشي عمر ناصر كان مسؤول اعتقد قير الحرس الحرس اللي كان جاب أيوة. حرس ثاني ايوه إيه، مم. وياخذ مفتاح ويشيل يشيل الأ... الاسلحه يشيل يس... الاسلحه يشيل الاسلحه يعني. ايوه التخطيط ده كان مع الحركه مع الحركة. مع الحركه مع الحركه ايوه يعني. طلعوا المجموعه ايوه انتم سمعتوا في... بها في جندا، أه؟ في جندا. كان في اثر عليهم مع البوليس في اتسال هم اسوء أيوة الحركه هذه كانت مجرد ناس في في على مستوى اريتريا ايوه كان عنده في كل البوليس كان عندها نقطة آه أكيد آه ايه. آه أكيد بعدين المجموعة دي عمر ناصر إيه طلع بالجهات واعتقد مشى اتجاه اثيوبيا آه طلع من هناك اعتقد وشمسي اتجه اتجاه إيه ودخلوا اتجاه إيه إيه كسله عشان يطلع من جديد ايوه وجحد ادريس استشهد هناك ايوه ومجموعة ناس ادم آه علي ناس

اذا كان عمر ناصر ما ممكن يتمسك واحد قال واحد دابت قال الثاني اللي ممكن نمسكه عمر ناصر صعب صعب تمسك. صعب رجل أيوة. يعني. طلعوا طيب العمليه دي اثرها كيف كان في الحركه الطلابيه او عليك انت نفسك كفارس لا انا الحركه الثانيه بعد في حركه ثانيه بعد ثانيه الناس سنه 63 63 ناس اسمه صالح سالم صالح سالم كان هو القائد العسكري ايوه قائد هم لما كانوا في منطقه خم... من قالوا قلت لك في دوية ايوه هم كانوا مج... مجندين مع الحركه صالح سالم مع الحركه صالح سالم كان آ... آ... رئيسهم ايوه آ... ب... ب... سنه 63 صالح سالم كان مريض زي لك كنت قرات له مشى أسمر العلاج جو اخذوه من ال من المستشفى. من المستشفى. بوليس جو سلم. انكشفت العمليه. انكشفت ايوه. وناس ابويا شالوهم هناك ودوهم اسمارك. اعتقلوهم ولا؟ اعتقلوهم. 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 اوكي. اه اعتقلوهم احنا ما عندنا خبر. ما عندكم خبر ايوه. وطبعا كل شهر اه في كوبراتيف اسمه كوبراتيف. يد يدولك دقيق لك ايوه. والسكر أيوة. وحل ده تمويل اللي يجيكم في البيت. ايوه. أيوة. تمويل. أيوة. أيوة. بتاع البوليس طيب ايوه ايوه هو للاسر مخفض ايوه للاسر أيوة. أيوة. اعتقد ياخذوا من الله حقهم من, من و... أيوة. وسعيد أيوة. أيوة. شمس الله يرحمه بالذكر كان يوزع برضو كان في التموين كان يجيب ملابس البوليس ايوه شمس يتذكره ذكره ولا لما كان يجي ايوه لا لانه ابويا على اسمه ما ينادوهم باسم ينادوهم بالرقم ثلاث شيء كان يقول ثلاثة أيوه. أيوه. كان رقم رقم البوليس أيوة أول أيوه. ما ينادون علمش الشيء حق نستلم بل... أيوة عشر 13. عشر أيوه. 13. 15. 15. <applause> كانت كده رقم بعد فترة الجماعة اختفوا اختفوا اسمر ده يوري إنه كان في عمل سياسي الحركة كانت تلتقي بالبوليس البوليس كان آه يعني بسرية يعملوا وسط الجيش النظام الإثيوبي ويساهموا في تغيير ودفع الثورة أيوة لكن اتكشفت العملية الثانية ممكن تدينا تسلط الضوء لأنه في تاريخ في الأولى ما, ما مسموعة كويس الأولى حصل فيها برضو تخطيط ما كان منظم عشان كلهم يطلعون أيوة. تمسك منهم تمسك منهم مجموعة وأيضا كل واحد مشى في سبيل في سبيل, سبيل. أيوة. أبتري. أيوة. الثانية برضو يمكن يكون تكون عندها ارتباط بالأولى أيوة أكيد 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 وين كان اختلف في اسم ال... أيوة شنون؟ أيوة سنتين أيوة, دي أيوة. ديك ستين ديك 60 63 أوكي سنة ورا الثانية معاها مع أيوة. أيوة. معناها المادة السوي مستمر في إريتريا مستمر في, في كل البقاع وتحديد مستمر. دي منطقة الوسط اللي هي بين مصوع وبين أسمرة أيوة. وقندح هي المركز أيوة, أيوة. في الثاني برضه اتجاه اتجاه منخفضات برد البوليس ناس شهيد على احمد ناس شهيد ولولو ومجموعات كثيره برضو من هناك برضو البوليس بوليس من هناك برضو ايوه ايوه برضو الشهيد عمر الدين اللي اخذ بشقه اسلحه عدد كبير السلاح اللي أخذه هو اللي من فين؟ من نهاية المحطة؟ اخذ من من قفارة من مدخل بشك بشكه مشكة. اوكي بشكه اخذ من هناك ايوه هذه اللي استفادوا منها ناس جندفيل مناضل إيه؟ جندفيل ايوه لمعركة هايكوتا ايوه برضه قالوا فيها محمد ياسين ايوه الشهيد محمد ياسين اللي استشهد في دانكاليا ايوه هو برضه طلع من 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 تكومبيا بسلاحه بسلاحه ايوه, أيوة. ايوه البوليس كان كانوا البوليس الليثري في كل المدن في كل المحافظات كانت كانوا منظمين كانوا مشاركين وساهموا في المعارك اللي قلت عليها واحده من المعارك المشهوره اللي هي أيوة. قاده المناضل قد قدفل هذا قدفل ما قطعش الكوت عادي اوكي هم قادوها ايوه ادم وعمر دين طيب كل العمل ده كله أثر شنو عليك انت كطلاب؟ وهو وعليك انت كشخص؟ ايوه انا انا ده اول عملت هاي كوتا اثرت تاثير كبير وعرفتنا هناك جرح عمي برضه يعتبر يوسف سليمان الشهيد يوسف سليمان الشهيد يوسف سليمان, يوسف سليمان. أيوة. سليمان. أيوة. ابوه اللي كان عضو مجلس أيوة. الثوري. ايوه ابوه لما دخلوا هاي كوتا ايوه لكن في هو كان يصلي كان يصلي ايوه كان يصلي رشو رشو يا الله ايوه اللي هو اتكسر إيه؟ لقى دكتور كويس أيوة. دكتور 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 سيلا دكتور سيلا الآجة. في في هو هو اللي عالجه عالجه آه ايوه, أيوة. هو اندر اندر فينا. هناك ايوه في واحد برضه مات اذا ده كانت خلاص الحسد طلعنا ايوه بقينا ثورين أيوة. حسينا الشعور الثوري الشعور الثوري لازم أيوة. أيوة. لازم يكون جزء من من النداء طيب لازم. ايه القرار اللي اخذته انت بينك وبين نفسك في هذه المرحله؟ انا قلت لازم اطلع. اولا لا لا, لا اولا اولا أيوة. طبعا حس الموضوع الجبهه خرجت ايوه نتكلم أيوة. في 63 نتكلم ايوه ايوه وزع الخبر في صورة طلعات حامل عواتي في المخافضات ايوه ووصل الجبال أيوة يعني في الدعاية كمان احيانا يقول لك وصلوا مناطق مرتفعات اكيد, أكيد الناس أكيد كلها نقول لازم نطلع كشباب ايوه وبعد حصل نقلونا من من قندع ما ناس ابويا ودوهم اسمرة ايوه نحن فدلنا طبعا تليفونات ما في ايوه اخبار ما في فين راحوا ايوه ايوه آه بعد شويه جاء ابويا سمحوا له ايوه ياخذنا ايوه آه سمحوا له ياخذ ياخذنا ل ل واجر بيت في كازمندا آه حبشه انتقلت حسب من جدة عندها لأسمرا خلاص انتقلنا انا انا المفروض امشي انا في مدرسه المكونين الفصل التاسع في 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 مصر في مساوى انت أو انت اوريدي خلصت خلصت دخلت, دخلت نجحت دخلت في سكندري نجحت ايوه المفروض ها نجحت وعايز تخش نجحت التاريخ. ايوه المفروض اخش على الثانويه ايوه من هنا أه لما ودونا اسمره ال جينا بلد لسه ما 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 مستقر هم أه منعوهم يمسكوا اسلحه لابوك ايوه باعتبار انه متهم وشاكين يشتقل. فيه أيوة. شاكين فيه ايوه يكون حراسه يمسكوا بال وفي تمرد وصلوا أيوة. لسلاح ايوه أيوة اعتقد قانون عندهم اعتقد قانون انه مدني انسان أيوة. مدني انسان ما ارتكب خطأ وما أثبت جريمة يكون لسه تحت الرقابه ايوه ما يسمحوا لهم ما يسمحوا لهم يمسكوا سلاح ايوه و حاس الفكره انه الخروج هذه انا حسد... حاس تاكدت 100% ايوه في ثورة ويجب أن أكون جزء من, من من هذا الثورة كان زميلي اسمه في الساي والد جبريل في الساي أوكي والد جبريل أيوة في الساي هو من من المقاتلين الزميل من المقاتلين ال زميل على إبراهيم على على إبراهيم هذا الشهيد على الشهيد على, علي, علي إبراهيم زميله أيوة من, ضمن معركة الساحل كان يقود معركة الساحل معركة الساحل ده 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 يذكره مع القادة مع القادة الأساسيين في, في الجبهة الشعبية في الجبهة الشعبية أيوة هو هو لما جيت أسمر قابلته أيوة. قابلته هو كان يدرس معي في كندا أيوة كان يدرس معك في كندا أيوة درس طيب الطلاب اللي كانوا آه يعني بدأتوا أنتم حسيت تاخذوا القرار في بينكم وبين نفسكم بان الثوره دي وصلت لهذه المرحله احنا لازم نكون جزء منها جزء منها ده انتقال في وعيكم وانتقال في ممارساتكم ودوركم ودورنا كم كان عمرك في الفتره دي؟ والله عمري حسا دخلت في 15 15 سنه في 15 سنه اكتملت عندك الرؤيه انه الكلام السياسي ده لازم يطبق عمليا لانه في حاجه اسمها كفاح مسلح وحامد ادريس والجبهه بدات وانتشرت الجبهه وبدأت في كلامك حتى أنه الناس طالعين لـ لـ للمرتفعات من المناطق بتاعة بركة وقاش دي الصورة هي؟ اوكي هي. طيب آه قرارك في أسمره هل تواصل التعليم أم تشارك الكفاح المسلح؟ مين ساعدك؟ متى قررت؟ ماذا فعلت؟ دي اللي عايزين نعرفه هو الموضوع الدراسة مع التغييرات اللي حصلت أصبحت. ما, ما, ما 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 من ناحيه ما استقريت انا ما استغرّيت ايه يعني ما استقريت ايوه سينيا ووالدك وضعه حتى وضع الوالد الطريقه آه. اللي بها ايوه لكن كان يطلع على على تفكيري انا لازم اطلع على الميدان طيب كله أطلع, اطلع الميدان دي حتكون ختام لهذه التواصليه في هذا الحلقه استاذ المشاهدين نوع نأمل أن نلتقي معكم في اللقاء القادم لمناقشة ومتابعة فكرة قرار الخروج إلى الميدان احنا كنا نستعمل احنا يعني طبعا كنا نستعمل اسلحه تريننج يعني اما جماعه دول اللي استعمل هو اسلحه عشرة هي. ابو عشرة ابو عشرة فلوس ما في انا صرت انت عايز عشرة. سبب عشان تط. سبب عشان إنت, 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 انت عارف لكن المفروض ما يديك راتب انا دول هذول ايوه انا دول إذا مرت إذا ما فكرة الثورة، فكرة الخروج، فكرة التمرد ما زالت موجودة والله وأنت دلوقتي وظفتها بعلاقاتك الاجتماعية اللي استنيتك في عدد